اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. واولا سابدا اخباري باحد الفتيات التي سالت بيرسيد عن الممثل كان وقالت لها اعتقد ان هناك فوضى في طاقم عمل مسلسل شراب التوت البري، اليس الامر كذلك؟ لقد وضع السيد كان يعني منشورا ذات مغزى ايضا. الآن أنا أتساءل عن هذه الحادثة، هل تعتقدين أنه سيتم حذفه من المسلسل؟ فقالت لها بيرسين أنه لم يحدث شيء في الكواليس ولكن الكلام كان على البوستر، وقالت أنه على حق وأنا بصراحة أصدقائي أتفق يعني معها ومعك لأنه هو أول يعني أول عفوا من ميري الذي لم تبدأ أي حلقة وظهرت على البوستر. كما أيضا أصدقاء العديد من المجلات علقوا على دغة وقالوا أن أكثر شخصية تستحق أن تكون سعيدة في هذا المسلسل إلا أننا لا أستطيع. كما أيضا أصدقاء العديد من المجلات علقوا على دغة وقالوا أن أكثر شخصية تستحق أن تكون سعيدة في هذا المسلسل هي دغة إلا أننا لا نستطيع أن نراها سعيدة. ماذا سيحدث لو كانت لديها علاقة جيدة مرة أخرى؟ فهي لا تستحق كل هذا الشر. وبصراحة معهم كل الحق، لا أفهم لماذا في كل مرة الكاتبات يجلبون رجل سيء وغير مناسب لدغة. كما أيضا بعد تنزيل الحلقة الأولى من مسلسل شراب التوت البري يعني بعد انتهائها، موجدي أوزمان الذي كانت تؤدي دور إليف نزلت ستوري على حسابها الخاص الانستغرام لتشكر الكل، وقالت أود أن أشكر كل من ساهم في إنشائه وشاهده وأحبه أو لم يعجبهم، لقد بذلت قصارى جهدي، أيضا أحبكم إليف. بصراحة أصدقائي كانت شخصية نشيطة وحيوية، نتمنى لها كل التوفيق في كل أعمالها. كما أيضا اجتمعت الآراء حول أداء سيلا ترك أغلو وإفريم ألاسيا وسولماز، يعني تمثيلهم كان أكثر من رائع. وصحفي دينيس توران أصدقائي مدح إفريم ألاسيا في هذا المشهد وقال مدته دقيقة واحدة من إفريم ألاسيا، المرأة لا تتصرف بل تعيش، يعني أصدقائي تعيش مع الدور بشكل لا يعقل، وكلامه صحيح لأن إفريم ممثلة لا يعلى عليها. المهم أصدقائي أتمنى للكاست كل التوفيق، وإلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.